السلام عليكم ورحمه الله. الزفلون مرحبا بكم. الاحتجاج تاع العصابه اللي مازال ما فهمتش عدم تسليم امير دزاد من طرف القضاء الفرنسي، والقرار هذا يا تاع القضاء الفرنسي غلق الابواب تاع الطمع تاع العصابة وأزلامها والصحافة اللي كانوا يروجوا وكذا منا، غلقان لهم البيبان، ما بقاو يطمعوا في تسليم حتى واحد من المعارضين أو الأحرار أو الإعلاميين، ولا واحد مازال يتسلم لهم. جميع من يمرمدهم ويندبلهم ويسبهم ويفضحهم ويشتمهم ويهينهم يبقى طليق حر في فرنسا، فرنسا اللي العصابة منبطحة ليها. افرأ العصابة تنبطح لفرنسا وإحنا من فرنسا نعفسوا على العصابة. طيب الآن العصابة كيفاش احتجت على عدم تسليم أمير دزاد؟ العصابة تحججت بقانون 2021-302 الصادر في 22 مارس 2021 اللي يسمح بتطبيق الاتفاقية ما بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية فيما يخص تسليم المجرمين بين البلدين. والعصابة تحججت لما تقول باللي في الجريدة الرسمية الفرنسية كان مكتوب باللي هذا القانون اللي صدر، يعني هذا القانون 2021 قانون فرنسي، فرنسا تعتبره سيتم تنفيذه كقانون دولة، يعني c'est une loi qui sera exécutée comme loi de l'État. يعني العصابة كانت معلقة أمل كبيرة على هذا القانون هذا، يعني يصدر في مارس 2021، كنت كلمت عليه في هذيك الفترة هذيك، والناس يقول درك يسلموه وصحف تبدور وفرحانين وكذا ويكتبوا ويديروا. أنا كنت دائما أقول يا ولدي فرنسا تقول واش تقول عليها. سمعت للأسف حنا والدينا اللي كانوا عن بالهم حاربوا فرنسا حاربوها خرجوها، ولكن ذيالها أكثر منها، أكثر منها، أكثر في كل شيء. الشيء اللي يديروا العصابة هذه اليوم ما داروش الاستعمار في الشعب الجزائري. تغلقت الأبواب طبعا، السلطة الفرنسية لازمها ترد، لأن العصابة كانت تظن باللي فرنسا فيها عرايا يحكموا كيما في الجزائر. يا فرنسا راهي دولة عندها مؤسسات وعندها أحزاب معارضة وعندها مجتمع مدني وعندها حرية صحافة وعندها اللي هادو كامل ما همش متوفرين عند العرايا اللي حولوا الجزائر إلى بطحة فيها شعب ويحكموا فيهم دي فوايو. هذه مش ملاك الجزائر، الجزائر بلات بطحة فيها شعب يحكموا عليهم دي فوايو ومسيطرين عليهم بالدرع بالدرع. اليوم عصابة صمت باش تواجه فرنسا، قال هاي ليك القانون هذا من المفروض كنتوا تسلمونا وديروا وديروا، كان معلقين امال. زيد زيارة تاع ماكرون للجزائر مع وفد كبير واجتماع الامني وكذا وكذا وكذا، تمخض الجبل فولد فأرا. هذا هو. السلطات الفرنسية عندهم باش يردوا، عندهم يذكروا العصابة باللي الاتفاقية تاع تسليم المجرمين، مجرمين ماشي واحد
جامير اللي زاد تقول له هذا تيروريست، هشام عبو تيروريست، فرحات مهني تيروريست، صح زاد واحد الزوج ولا ثلاثة هذوك الزلام تاعهم زعما حاطينهم في النص باش ما يمرقوش، ولكن انكشفوا هذوك الأزلام انكشفوا ولا براف ما حوش عليهم ما داروا عليهم موضة داري ما والو. المهم الفرنسيين يذكروهم باللي هذه الاتفاقية تاع التسليم فيها سبع مواد مهمة، من ضمن السبع مواد كان المادة الرابعة كاتريم ارتيكل يقول باللي في حالة ما تكون فيه اتهامات سياسية او الاتهامات عندها خلفية سياسية يبطل التسليم، ما يكونش فيه تسليم، هذا يعني يبطل تنفيذ الاتفاقية، هذه الأولى. ثانيا انه النظام يكشف باللي قضية أميرزين قضية سياسية الأولى، أنه وزير الخارجية العمامرة بغلون ابن بغلون في إحدى تصريحاته يتكلم على تسليم الإرهابيين والمجرمين وكذا ويذكر أمير ديزاد بالاسم، حمل هذا قالوا لو كان تكلم عليه وزير العدل نقولوا، لكن وزير الخارجية واش دخلوا يتكلم على أمير ديزاد، دونك هنا كاين خلفية سياسية، هاوليك نطبقوا البند الرابع. كذلك النظام كان حكم على أمير ديزاد وهي ليبرتي كانت نشرتها لما تم الحكم على درنوني سمير درنوني حكم عليه بعامين السجن، حكم ثاني على أمير ديزاد بعشر سنين السجن غيابيا. وعلاش؟ يقول لك ils sont accusés notamment de complot visant à renverser le régime، يعني أمير ديزاد متهم بمؤامرة لقلب نظام الحكم. ما دراك يا أمير ما دراك يا أمير، هذه خلاص تبطل مفعول المادة اللي جايين يتحج بها العصابة، قانون 2021 302 22 مارس 2021. دونك هنا هما اللي كشفوا ارواحهم. ضيف الى ذلك انه القضاء يقول باللي كاين تعذيب يمارس في الجزائر، والسلطة الجزائرية هي اللي تشجع على ممارسة التعذيب. خير دليل على ذلك هو لما مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اطلب توضيح من النظام الجزائري حول قضية الشاب سعيد شتوان اللي 16 سنة في عمره داوه وعذبوه، العصابة واش يردوا؟ يقولهم لا هذا يا أمير ديزاد هو اللي راهو يكذب. دونك ثاني هنا تهمة سياسية الأمير ديزاد، أمير ديزاد عنده تهم سياسية، وبالتالي الأمور ولات واضحة. نضيف إلى ذلك الترويج الإعلامي والتهويل وكذا، ومنا كشفوا نوايا العصابة الحاكمة، لأنه مجلس قضاء باريس في الاسئنر ديالو كانوا عنده قضيتين، كانت عنده سبع طلبات تسليم مبنية على سبع مذكرات توقيف دولية سلمت ما بين 2015 و2019 ضد أمير ديزاد،
وكذلك كانت عندها قضية أخرى اللي فيها طلبين، فيها مذكرتين توقيف، دارت بين 28 و 29 أفريل 2020، يعني في يومين داروا مذكرتين. هذا واش يدل هذا المذكرتين؟ هذا يدل على الإلحاح. لو كان مجرم بركة كما يقولوا هما، يكونش هذا الإلحاح. يعني 9 طلبات، فالمجلس برئاسة السيدة بولا شاف باللي كاين، لاحظ انه كاين الحاح، هذا الالحاح عنده خلفيه سياسيه، بالتالي انتق بعدم سماع الدعوه ورفع الرقابه القضائيه على امير ديزاد اللي كانت مفروض عليه من يوم 7 جويلية 2020، حيث من هذاك التاريخ نهار 7 جويلية 2020 من تم توقيف امير ديزاد وطلقوه في عشيته، بعد امير ديزاد كان مقدم طلب لجوء سياسي منذ 6 فبراير 2021، يعني بعد طلب اللجوء السياسي. القضاء الفرنسي كان يستنى في الأدلة، في الأدلة من عند النظام الجزائري. النظام الجزائري مش يقول، يقول اللي عنده أمير ديزاد عنده عدة قضايا وعدة تهم وعدة أحكام بالسجن. هذوك الأحكام بالسجن كي تلمها مع بعض تلحقها 20 سنة، ولات في 20 سنة. وين نحكم عليه؟ نحكم عليه في محاكم ريزان، سيدي محمد، شلف، شراقة، عين دفلة. هادو 5 محاكم تاع 5 مدن ما زارهاش ما مشالهاش أمير ديزاد. كيفاش يجوا يحكموا عليه في هاد المحاكم؟ لا يقيم في هاد المدن ولم يقم بأي اتصال بالناس تاع هاد المدن. واش على ماش حكموا عليه؟ قال لك حكموا عليه على الاحتيال، سكروكي. كيفاش الراجل يسكروكي ناس وهو عايش في المنفى؟ حتى وان كان صح يسكروكي، يعني مانيش عارفين كيفاش يقدر بنادم يسكروكي واحد على بعيد. حتى وان كان هذا كان يسكروكي، قولوا انت مغفل والقانون لا يحمي المغفلين، وانتهت القضية. ثاني حاكمين عليه قال لك بتهمة التهديد. باش تتهدد ناس وانت في الخارج وتجي تحكم عليه في الشلف ولا في وين حبيت؟ كيفاش تحكم على واحد قال هذا راه يهدد؟ باش يهدد، باش هدد، هدد بالقتل، هدد بكذا، باش هدد بالتشهير والقذف. حكومة ثاني التشهير والقذف، الابتزاز، هذو كلهم تهم ما يقدرش تظهر ويجيب الدليل تاعها المادي، لانه الراجل راهو بعيد، راهو بعيد، راهو بعيد، ما هو ساكن في لا في ريليزان ولا في سيدي محمد ولا في الشلف ولا في الجزائر ولا في اي جهه. ثاني تهم اخرى هي قال لك نشر معلومات قبيحة بهدف الحصول على مبالغ مالية. كيفاش درك يعني يحسبوا الناس نوار ولا كيفاش درك هذا ينشر معلومات قبيحة؟ دابا ما كاش ما أقبح من النظام بهذا الشيء اللي راه يدير فيه، ما كاش ما أقبح منه. كيفاش يدير يعني ينشر المعلومات كذا على الناس وهو بعيد؟ من راح يجيب؟ من راح الاخر؟ هات الدليل ديالك، ما عندهمش.
ثاني داروا له تهم تاع لا كالومني لا تانت لا في بريفي لوتراج ان فونكسيون بعد لوتراج ان فونكسيون لا كالومني يعني انه يقذف ويشهر بالناس ويمس في الحياه الخاصه. والمساس قال لك احنا بمسقك في موظف اثناء اداء مهامه. هذا موظف تاع الدوله. وعلاش كان دوله في الجزائر؟ مش تقول لي كان موظف كان دوله؟ ما كانش. دونك كل هذه التهم هذه ما قدروش يجيبوا ولا دليل واحد ولا وثيقه واحده. وين زادوا لهم؟ في افريل 2021 يعني بعد ابرام هذه الاتفاقيه تاع مارس 2021 قال لك امير دزاد راهو انخرط في مجموعه ارهابيه تهدف الى المساس بمصالح الجزائر. وزادوا له تهمه اخرى تحريض المواطنين على رفع السلاح ضد سلطة الدولة والترويج للأعمال الإرهابية وتمجيدها. أقول لك وهذه أفعال اسمعوا مليح حش يغرقوا في روح الضبوعة تاع الساحل فريموسد يبغلون. يقول لهم هذه يعني هذه في الوثيق اللي بعثوها للقضاء الفرنسية. هذا بعضهم القضاء الفرنسي يقول بلي هذه القانون الجزائري بحكم عليها بالموت بان كابيتال. انت كيفاش تبعث لهم الناس يقول ماني هاتوا لي هذا باش نحكموا عليه بالموت نحكموا عليه بالاعدام وتعبوا يمدوه لكم؟ هنا خلاص هنا كشفوا روحهم وانتهت الحكاية ديالهم. سمعت؟ ومن ضمن الوثائق اللي مدوها للقضاء الفرنسي باش يثبتوا انه امير دزاد راهو ارهابي جابوا تصريحات تاع واحد يقول له حسن زركانة. قال لك هذا يا معروف هذا تيروريست معروف وهذا اللي عيطوا ابو دحدح. قال لهم لي امير دزاد راهو معايا ارهابي معايا في الفوج ديالي. واحمد منصوري ثاني قال لك كيف كيف هذا ثاني هادو قال لك ذكروا باللي امير دزاد راهو مشارك في عمليات تسعى الى زعزعه استقرار البلاد وزرع الفوضى وعنده علاقات بحركه رشاد الاسلاميين وكذا. حنا كشفوا باللي قضية عندها خلفيات سياسية. وبالتالي المادة الرابعة من القانون من الاتفاقية ما بين الجزائر وفرنسا لتسليم المجرمين يعني مخيطة مخيطة. هما بيديهم داروها هما داروها بيديهم. على الأكثر من هك زيد نقول لكم أكثر من هك العصابة ماشي يعني دوك تغسل يديها من قضية أمير دزاد. زادت أعطت الأمير دزاد تغطية قضائية في فرنسا خلاته يستفاد من تغطية قضائية في فرنسا. يعني لو غدوة حتى يتفاهموا لو يتفاهم الحكومة الفرنسية من الحكومة الجزائرية قال أي حاوزوا أمير دزاد رفضوا له اللجوء السياسي وطردوه ما يقبل. لأنه اليوم أمير دزاد راهو واقع تحت حماية القضاء الفرنسي. بما أنه القضية ترفعت القضاء الفرنسي سترميلي قضاء مستقل في فرنسا قضاء سلطة مستقلة لا ماكرون ولا غيره ليحركوا ولا قائد أركان الجيش الفرنسي. فرنسا نذكر ونعاود ما تحكمش فيها عصابة تاع راية. لا فرانس ني با غوفرني بار دي فوايو. لا فرانس اي تان ايتا دو دووا. فرنسا دولة قانون.
العرايا ما يفهموش هذا، لانهم العرايا تاع الجزائر، الحكام تاع الجزائر سيدي فويو لارجلي غوفرني بار دي فويو، ان فويو نو كومبرون با سو كو سي كان ايتا دو دروا، ما يعرفش. هذا هو وضع العصابه الحاكمه في الجزائر. وبالتالي ملي جاوا يغرقوا امير دزاد انقذوه واعطاو له حمايه. شفتوا كيفاش انقذوه وزادوا عطاو له حمايه؟ اليوم امير دزاد تحت حمايه القضاء الفرنسي. لو غدوه نقولوا يرفضوا له اللجوء السياسي، ارفض اللجوء السياسي على روحك، ما يقدرش يطردوه لانه راح يمشي للقضاء، والقضاء يقول لهم نو ما يطردش لانه هاو الملف ما يروحش. شفتوا يا ولاد الحرام كيفاش بيديكم تديروها، لانه ربي ما فيه غير الخير، ربي ما فيه غير الخير. أعرف. واش نقولوا العصابة هذه لازم تشوف حوايج اخرى. الان العصابة غصبت يديها نهائيا من تسليم اي معارض، اي صحفي حر، اي ناشط سياسي حر، اي مناهض لها. اخلاص صحافة بودور ما تقدرش تتكلم، ملي كانت تنشر وكذا تحط في تصورنا وهام ليك وهام هذه تيرميني. ونختموها انه تهم هذه اللي كانت توجه للامير دزاد اللي كان يروج لها الكثره، ولد الحرام ولد القومي انيس الرحماني كان فاتح جده القناه تاعو لهذا التهم هذوما. وتشاء الصدف انه في شهر سبتمبر امير دزاد ينصفه القانون الفرنسي، القضاء الفرنسي ينصفه، خرجه حر حر. والقضاء تاع التليفون تاع العصابة يأكد 10 سنين سجن لولد القومي. شوفوا 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 يا ناس، ولد القومي خدم العصابة حتى قال فيكس، خدمها حتى قال فيكس، خدمها هو مرته ونسابه ولاده كل ما عنده، خدامين اللي عنده كله منبطح. يوم راه في الحبس مطيش، مطيش في الحبس. امير دزاد من اللي حل عينيه وهو يسب في العصابه ويشتم فيها ويناط فيها، واليوم راهو حر طليق. شفتوا كيفاش؟ دونك هذه بالنسبه للبلاد الحرام والازلام تاع العصابه، مآلكم مصيركم كما انس الرحماني والكثير من اللي خدموه من جنرالات خدموا العصابه، هاو مصيركم. ما كاش كما الرجل الحر الحياه ما تشد. ولا قول ربي قدر الخير البلاد. الله اكبر، الله اكبر، هشام عباس، هشام عباس.